بينا على مطروح، يلا بينا. 72 ساعة في مطروح زي ما طلبتم مني بالظبط. هقولكم على رحلة لذيذة جدا. هنا أنا كنت بجهز المشروبات والمأكولات والحاجات اللي هناخدها معانا، لأن الطريق حوالي 5 ساعات ونص. وهقولكم برضو على يعني تروحوا ازاي وتعملوا ايه وكل الكلام ده كله كده واحنا بنجهز مع بعض. احنا في الاول حجزنا اننا نروح ببلو باص، بس حصلت مشكلة هبقول لكم عليها في فيديو يعني تاني لوحده، وليه ليه تاخدوا بالكم وانتوا بتحجزوا بلو باص لو رايحين مطروح. فقررنا ان احنا هناخد ميكروباص عادي جدا، مواصلة عادية. هقول لكم برضو التفاصيل بتاعتها في فيديو تاني. مهم ان احنا دلوقتي وصلنا فندق غزالة او ريزورت غزالة في مطروح، وهو على البحر مباشرة. الشاليهات بقى ده شكلها، ده التقسيم بتاعها. دي الغرفة الماستر صورتها لكم، فيها برايفت تويلت وفيها بلكونة كبيرة جدا، والفيو بتاعها على البحر، وفيو بصراحة حلو قوي قوي قوي. ده كان بالليل بعد ما وصلنا. احنا وصلنا الخميس بالليل ومشينا لحد الصبح. بالليل الدنيا بتبقى كلها سهرانة لغاية الساعة يعني لغاية الفجر تقريبا. كل المحلات والمول بتاع اهل مصر اللي هو مول مشهور جدا في مطروح جنب الاوتيل، مفيش يعني ماشي 5 دقايق بالظبط. الفيو بقى بتاع البحر بالليل لذيذ قوي، والاضاءات والكلام ده كله. وعايز اقول لكم ان الاوتيل بيسهر لغاية الساعة 4 الفجر، يعني مسموح اننا نسهر لغاية 4 الفجر على البحر، فدي حاجة حلوة قوي. طبعا الاوض مكيفة، وده اهم حاجة لان الرطوبة بتبقى عالية بالليل، النوم بيبقى صعب من غير تكييف. وده شكل الفيو الصبح كده ايه، ويعني والبحر باين بقى وكده. المرسى ده مهم قوي، خليكم فاكرينه عشان هقولكم حاجة مهمة جدا عليه. ودي بقى ده البلكونة اللي هي يعني بارت من الريسبشن، وده البحر من فيو تاني. بصوا هي القرية كلها عبارة عن حرف يو كده، كل العماير كلها جنب بعضها أمامي وخلفي زي ما انتوا شايفين. ده البول الخاص بالقرية، وفي كمان سوبر ماركت تحت لو حبيتوا ان انتوا تشتروا اي حاجة او كده. وعايز اقول لكم ان كل السوبر ماركت تقريبا اسعارها زي القاهرة بالظبط، فدي حاجة حلوة قوي. وفي كافيتيريا لذيذة على البول كمان، بيقدموا بيتزات وحاجات كده اسعارهم برضو زي القاهرة بالظبط، وبيقدموا مشروبات واسعارهم لطيفة جدا. طبعا القعدة على البحر مش عايزة يعني اكيد مش هحكي لكم عنها، يعني اكيد مش هحكي لكم عن مطروح كل الناس عارفة. عايزة اقول لكم ان البحر هنا مقفول، فالموج هادي خالص تقريبا ما فيش اي موج. وكمان المناسب جدا للاطفال ان هم يلعبوا، حتى يعني حتى لو دخلوا البحر كده مثلا متر جوه، فمش تبقوا قلقانين عليهم، عادي خالص، مفيش السحب مش قوي خالص، الدنيا لذيذه. الرمله طبعا لطيفه قوي. بصوا بقى المركب دي، انا قلت لكم ركزوا مع المرسى ده عشان هقول لكم عليه. من المرسى ده ممكن تركبوا حاجتين ظراف جدا، منهم المركب دي او اليخت ده. ده بياخد 2 ساعة في البحر، يلففكم كده على كل الشواطئ بتاعه مطروح، فرقكم عليها. وممكن ان انتوا كمان تنزلوا تعوموا يعني في الايه، في البحر الغويط، اوكي، وترجعوا تاني على نفس المرسى. والرحله دي بتكون ب 80 جنيه للفرد، فهي بصراحه حلوه قوي. وفي كمان حاجه تانية في نفس المرسى ده برضو هقول لكم عليها، وهي ان انتوا ممكن تاخدوا مركب ب 10 جنيه. دي مركب بتبقى صغيرة، هتجيلكم بقى قدام في الفيديو. بس انا حبيت الاول ان انا افرجكم على الشاليه. احنا جربنا شاليهين، واحد في الدور التاني وده اللي هو في الدور الارضي. فعايز اقولكم ان كل الحاجات اللي موجودة في المطبخ تقريبا شبه جديدة، المطبخ كان نظيف جدا، السيرفيس بتاعتهم بصراحة كانت هايلة. مكان يعني نظيف، وتقدروا تعملوا بقى فيه اللي انتوا عايزينه. يعني احنا كان معانا الجريل بتاعتنا اللي بالكهرباء، فدي اللي احنا استخدمناها اننا نعمل اكل وكده. والتلاجة فيها بارت منها فريزر، فحلوة برضو لو معاكم مجمدات. عايز اقول لكم ان مساحة الحمامات هناك يعني مفجعة، عارفين لو حمام كبير يا جماعة ايه كل المساحة دي. بس والدور الارضي ده بقى مطل على البول زي ما انتم شايفين. دي بقى المركب اللي انا بحكي لكم عليها، بتاخدوها من نفس المرسى اللي قلت لكم عليه، والفرد بيبقى ب 10 جنيه. وبتوصلكم بقى لفين؟ بتوصلكم لشط الغرام اللي هو قصاد الغزالة على طول الناحية التانية. فعايزة اقول لكم ان هي اصلا كانت رحلة لذيذة جدا، وسعرها كان اقتصادي قوي. المركب بتمشي حوالي 5 دقايق في البحر كده لغاية ما توصلكم للشط، وتقدروا ان انتوا تنزلوا بقى هناك وترجعوا بنفس الطريقة برضو. بس عايز اقول لكم على حاجة، هو النزول والطلوع بيبقى صعب شوية، لانه بيبقى انتوا بتنزلوا يعني بالنسبة للناس اللي سنها كبير بيبقى صعب شوية، فخدوا بالكم من الحتة دي.
الأسعار طبعا بتختلف من وقت للتاني على حسب السيزن، بس الدي يوز ب 150 جنيه للفرد للكبار و80 جنيه للأطفال. في الآخر خالص بقى قبل ما نمشي نرجع تاني القاهرة، رحنا فندق الريم، فطرنا هناك، الأكل كان لذيذ، الدنيا كانت ظريفة، وده الفيو من الأوتيل هناك. ده احنا ما قعدناش فيه، احنا بس فطرنا فيه. حجز غزالة بيكون عن طريق واتساب، ممكن أبقى أسيب لكم الكونتاكتس في فيديو تاني.